كيفكم؟ الحمد لله. شو عم تسووا انتو هون؟ عم بيع بسكوت. شو اسمك انت يا امي؟ رويدة. رويدة، وانت يا حلوة؟ يسرى. يسرى، ليش ما نكون بالمدرسة؟ ما ابن حسن انترك شغلنا. وين ابوك وامك وين؟ ابوي ميت، مات هاي قواسوبة الصقار. حسبي الله. فرجيني دياتك؟ عجب هيك؟ من الشغل. شو بتشتغلوا طيب غير البسكوت؟ ولمنا إلى الصورة. طيب يا يسرى ورويدة، شو رأيكم نسوي اتفاق مع بعض؟ طيب شو رأيكم نعطيكم شقد بتطالعوا هذا الشهر؟ وأنا رح ضل متابعكم إن شاء الله، تمام؟ إذا ضليتوا بالمدرسة رح ضل أعطيكم كل شهر إن شاء الله، تمام؟ مشان تصيروا بالمدرسة وتصيروا شاطرين أحسن ما تضلوا تشتغلوا هيك وتبيعوا، تمام؟ تهلق شو رح سوي؟ أعطيك المصاري تفضلي. شو بدكم تسووا فيهن؟ شو بدكم تقولوا لها؟ قال لها هدول من عندي، هدول عمو هدول.